السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاب. اليوم الحصاد تاعنا هو مباراة المنتخب المغربي مع ليزوتو اللي راهم فايزين بهدف لصفر يعني في الانطلاقة، يعني ويسجلوا هدف الأول. يعني مباراة اللي غادي يشوفوها مباراة كبيرة، يعني متعة ما بين اللاعبين تاع المنتخب المغربي بعد التأهل. ونقول باللي العلامة كاملة ست مباريات، ست انتصارات ب 18 نقطة، على ما أظن المنتخب الوحيد في إفريقيا في هذه التصفيات اللي تحصل على 18 نقطة. سفيان الرحيمي كان مبليغ، كان معاقب. جماعة بلا ما تنساو بارطاجيونا لي فيديو تاعنا، ماذا بكم عاونونا بلي جام باش نطيحوا على الأقل 1000 جام باش نطيحوا لي سينيال اللي راهم على القناة تاع شوبير ديزاب. هذه هي خبر نعم أنسو نعم بعيدة على ما يهدوهاش على سفيان الرحيمي. يعني كان بيتار في الألعاب الأولمبية، دا كأس آسيا. روح انت قول له انت قادر تمركيها. وكان قادر يمركيها. معليش. دا كأس بطل إفريقيا، دا مير جوار في كأس آسيا، قلت لك إفريقيا، كأس آسيا. يعني سفيان الرحيمي يمكن ان يدي افضل لاعب في افريقيا. هذه يكونوا اهداف، يكونوا فيها اهداف. انا نفرجو المتابع للعمليات الهجوميه والذي يبحث عن الحلول في الخط الامامي. الياس بن صغير الوليد 16 من فبراير من عام 2005 يلعب باسم موناكو الفرنسي، ويعتبر من اللاعبين الصغار في السن. الاضافه الى ذلك لدينا ادم ازنو مواليد 2006، مشاهدينا مواليد الثاني من شهر 6 من 2006، ويلعب رفقه فريق نفسي بايرن ميونخ الالماني. مشاركه هامه جدا بالنسبه يتميزون بصغر السن والربح الكبير الذي ياتينا في المستقبل من جانب اللاعبين. كره اماميه مغربيه، محاوله الاختراق، الدخول داخل منطقه الجزاء، مغربيه ممتازه، امكانيه التصويب، ابراهيم كره الثانيه. نعطيكم معلومه، اليوم ابراهيم دياز على بالك باللي غادي يدي افضل هداف في التصفيات. افضل هداف في التصفيات. افضل هداف في التصفيات. صحيح، افضل هداف في التصفيات. شوف نعطيكم
محللين تاع منتخب المغربي يعني نقاد ولا محللين ولا تسيبهم في التيك توك ولا في اليوتيوب ولا ما يقولكش منتخب لي زوطو ضعيف يقول لك فزنا تطلق عليه ولا لا نورمال عادي خويا صغير معليش غير الله يبارك الله يبارك الله يبارك لا ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش يقاوموا هذا الصح لي زوطو ما ينجمش يقاوموا الناس غالطة ماشي لي زوطو ضعيف لا المنتخب المغربي قوي يعني يفرض الشخصية تاعو يعني كبيرة عليك نضربك بخمسة ولا ستة عليا تاع انا كبير عليك نضربك بستة ولا سبعة ولا ثمانية سوف تكون نتيجة كبيرة كاع لا يجبوش تايلا نستمتعوا لقطات كابين تريب منا مع المنتخب المغربي نستمتعوا معهم راح كفرو 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 لابراهيم كفرو 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 هذا نورمالمون تحافظوا عليه هذا ابراهيم دياز نورمالمون نتوما اللاعبين الافارقه تحافظوا عليه تضرب لا مش ابراهيم ضرب مزراوي مزراوي فريق مانشستر يونايتد سي محمد اياكس امستردام اياكس امستردام باير ميونخ مانشستر يونايتد حاجه كبيره هي كبيره والاقتراب اكثر فاكثر من معترك منتخب لسوتو شنو من الحضور المتابعه حاضره صغارا كبارا نساء رجالا الكل يساند المنتخب الوطني المغربي هنا في مدينه وجده في الملعب الشرفي المستضيف لهذه المباراه امام منتخب لسوتو والمنهزم بهدفين مقابل لا شيء الى حدود اللحظه جوج الاهداف تعطينا احسن انطلاقه حتى المشاهد الكريم الذي يتابع هذا اللقاء يتابع باريحيه يتابع باطمئنان راك تريح علاش تستمتع باللقطات هذا ما كان وفانيك والاهداف وكلت ناوي صبعة المغرب عندما تريد تسجل يطلعوا يماركو كي يبغوا يديروا فيه كان بين ماركو هذا البوند يماركوه نورمال يعني باش تشوف بزاف تشوف ازلو تشوف هذاك بن صغير تشوف صاب بن صغير دار ثقة كبيرة في روحه هو فين ازلو وديها لك هيا روح راح بعيدة 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 بطل بوم ها يا ودي تريب انا قلت لكم بين استمتع طالون في دايره تاعو ها تاع بصغير تاع قلت لك بالتيبو شحال كراي قدام واحد يلعب في ريال مدريد شحال كراي مالا جاوبك واحد يلعب مع ريال مدريد شحال كراي بطل وفوتها له تيبو بنت 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 كرة مباشرة إلى خارج رقعة الملعب ضربة مرمى صعود من جانب جلال حركاس حركاس ثاني حركاس دار ثقة في روحه البنت لي ماركا
الله لا دار ثقه في روحو. دار ثقه في روحو دار. غارديا غارديا وديفونسير. قولوا له لازم ما يماركوش يا سيدي. لازم ما يماركوش هذا. أي طلع أي طلع يا حبيبي. كوفرو كوفرو لينا كوفرو كوفرو. كوفرو 20 دقيقة. 20 دقيقة لا. في مقابلة يلعبها. صايك دياز راه 100 بيتين في التصفيات على بالكم.